النهاردة هجرب معاكم واحد من اغرب الاختراعات اللي شفتها، وهو سندوتش الايس كريم. وكمان هنجرب كذا حاجة مختلفة من المكان اللي احنا فيه عشان نقيمه صح. واللي هيسألنا احنا فين، احنا في كافيه افينيو او مطعم افينيو اللي مكانه موجود في شارع طرح البحر في بورسعيد، تحديدا مكان كافيه ابو عصام القديم. وزي ما انتم شايفين كده المكان فيه اندور واوت دور، وكمان المكان الديكور بتاعه تحفة وفيه اماكن كتير للتصوير. وزي ما انتم شايفين كمان القعدة رايقة قوي، وفي كمان كيدز اريا، وده كده الديكور بتاع المكان من جوه. الديكور بتاعه بجد يا جدعان تحفة. ندخل بقى على المنيو بتاعه. المنيو بتاعه كبير قوي، عنده فطار غدا وعشاء وحلو وحادق، وركن شرقي وركن غربي، وركن كمان للاكل الهيلثي للناس اللي بتعمل دايت، وكمان عنده ركن المشروبات البارده والسخنه، وعنده ركن العصائر الفريش. ندخل بقى على الاختراع اللي احنا جايين عشانه، وهو سندوتش الايس كريم او كريب الايس كريم، او زي ما تسموه رول مثلا ايس كريم، زي ما تسموه سموه. طلبنا واحد بالنوتيلا وواحد باللوتس، وسعر الواحده فيهم 85 جنيه. اللي قدامكم ديت بالنوتيلا بتبقى عباره عن عجينه الكريب، وبيدهنوها من جوه بالنوتيلا او اللوتس، وبعدين يحطوا عليها ايس كريم ويرولوها كده ويقدموها لك بالطريقه التحفه اللي قدامكم ديت. الاطباق عندهم شكلها جامد قوي، ومعظم الحاجه اللي بتيجي او بتطلبها بتتقدم لك بنفس الطريقه كده. وده الميمي وهو مندمج شويه مع التصوير. نرجع بقى لموضوعنا والاختراع دوت. بالنسبه لي العجينه كانت حلوه قوي، والايس كريم برضو كان حلو قوي. مشكلته بس الوحيده معايا ان طعم النوتيلا ما كانش واضح قوي، او ممكن النوتيلا اللي حطيناها قليله شويه. غير كده طعمه كان حلو قوي وكان مشبع قوي برضو. بس بالنسبه لي بقى انا هميل لللوتس اكتر. اللوتس احلى بكتير، لان طعم اللوتس واضح فيها قوي، وكانوا حاطين كميه لوتس محترمه. وجربنا برضو من عندهم عصير فريش مانجا بالكيوي، ده برضو سعره كان 85 جنيه، كان حلو قوي وكل حاجه فيه طعمها واضح. وبرضو طلبنا من عندهم ميلك شيك لوتس. زي ما انتم شايفين التقديم خلاص مفيش عليك ولا كلمه، التقديم بتاعهم تحفه. بس مشكلتي معاه طعم اللوتس ما كانش واضح بقى خالص هنا. طعم الكراميل اللي جوه كان مغطى عليه قوي. الكريمه اللي حطيناها حلوه هي والبسكوت، وطعم الكراميل واضح، بس طعم اللوتس مش واضح خالص. وطلبنا برضو نسكافيه طعمه كان حلو، وهنا عوض بقى اول مره يظهر معانا، وكنت بقنعه يبقى فود ريفيور. وجربنا برضو من عندهم سموزي بالاناناس، طعمه كان حلو قوي، طعم الاناناس فيه تحسه كده كانه فريش مش معلب. وعوض بقى ما شاء الله قام بالواجب كله. ولا القميص اتعكل. انا الطاقة ملخص التجربة بقى، ممكن المكان غالي شوية، بس في مقابل ده هتقعد قاعدة رايقة وفي مكان شيك، وتقدم لك حاجة او هتاخد منتج معمول بكواليتي تحفة، فانت ودماغك بقى.